هل يقبل خبر وقول الفاسق؟ لا يقبل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا. لكن ما هو الفاسق؟ فاسق هو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر أكل الربا، الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا هو الفاسق، هذا فاسق فسقا عمليا. وهناك الفاسق الفسق الاعتقادي كالذي يعتقد اعتقاد المعتزلة أو الجهمية أو نفاة الصفات، هذا فسق اعتقادي، أو اعتقاد الخوارج أو يعتقد الاعتقادات الباطلة، هذا فاسق فسقا اعتقاديا، فلا يقبل خبره. نعم.